حلقات البحث بدنا نسلمها الشهر الجاي. اي لسه في وقت. طبعا انت بتيجي باخر اسبوع وبدك مساعدة. شو ساوي غير هيك؟ عن اذنك. عندي ضيف. ماشي بشوفك. مرحبا. اهلين. شايف بشرة عم تشغلك عندها ساعي بريد. اتصلت فيك قبل ما اجي بس ما ردت علي. كنت حاطه على الصامت. توقعت انك هون مشان هيك اجيت. في شغلات لازم اقول لك اياها. اسمعيني، اذا بدك تحكي معي مشان بشرة بنصحك لا تحكي بنوم. بشرة مسافرة، رح تطلع من حياتك نهائيا. لا، صرت سامع الحكي مليون مره. امبارح كمان اتصلت معي وقالت لي نفس الكلام. صراحه مليت من هالموضوع كتير. صدقني اتصلت مشان تودعك لانها مسافره. لا تعمل حالك ما عندك خبر. اكيد انت اللي دبرت لها هي السفره مشان تتخلص منها. شو عم تحكي؟ انا ما عاد ساوي شي مشان بنوب. على كل هي مسافره، المكتب بعتها لباريس. للأسف ما رح أقدر إلا مع السلامة. لا تكون قاسي لهالدرجة، أنا كنت مثلك بالبداية. بعدين عرفت كل الحقيقة. ما بتتصور قديش كانت عم تتعذب. وساويت كل هالشي بس مشان تخفف عذابها. صدقني هي ندمانة كتير هلا. وحلمي أونال ما عاد موجود بحياتها. بس كانوا لابين لبعض. لو لعمك عدنان بيك ما سحب الدعوة، كانت هي لهلا بالسجن. ليش عمي سحب الدعوة؟ ما بتعرف هالشي؟ لا. بعدين الموضوع ما بيهمني. أنا ما فهمت هلا، أنت ليش إجيتي لعندي؟ مشان أعطيك هاي. حبيت ترجع لك الخاتم قبل ما تسافر. شكرا. وهلا الحمد لله على سلامتكم. صار لازم روح بخاطرك. مع السلامه.